مرحبا، أنا ميلاد، فيكم تتواصلوا معي بفقرة ناس وناس على ناس وناس at future.com.lb، عبر الفيسبوك facebook.com/عالم.الصباح، أو على تويتر at عالم الصباح. فيكم تبعتوا لي أي صورة أي تعليق أو أي خبر على الأبليكيشن الخاصة بفيوتشر تي في ضمن يوري. رح نرجع مرة من جديد ننتقل عند الشيف شادي مع ورشة ملح لحتى نشوف هالترتات الصغار وين صاروا. صبحكم بالخير من جديد، وشو رأيك يا غادة بتارت بالقشطة والعسل والفستق الحلبي وزهر الليمون من بعد الزومبا؟ من بعد الزومبا ما تسمعك ريعان، اللي الكالوري اللي احترقوا كلهم. اوكي، قبل بدي فرجيكم شغلي، انا هلا شويت كمان حبتين. اول شيء عملت حبي هون هيك حلوه سريعه، انا شويناها بهالطريقه، ومن بعد ما نشويها كثير هينه اللي بنقلبها. واو، شو بنعمل؟ بنجيب شوي صغيره من القشطه، هين كثير هالطبق، شوي صغيره من القشطه الطازه نحطهم، شوية فستق حلبي وشوية كمان زهر الليمون وشوية كمان عسل. خليكن عندكن، واصل لعندكن. ها هذا كمان فستق حلبي هيك، والعسلات اللي بيعقدوا طلعوا كيف، نتفة صغيرة عليهم وصار عنا الحبة جاهزة. طيب كيف وصلنا لهذا الموضوع؟ أكيد العجينة أنا عملتها قبل، ورح أرجع أعمل العجينة هلا على الساعة 12:24 مشان الكل يكونوا كمان معنا مثل ما بيقولوا على السمع وعلى النظر، وناخذ كمان الوصفة ونكتبها كمان قدامنا. طيب العجينة أنا عملت وحدة هون، العجينة لك وينها هيك، بياخذ العجينة أو بياخذ شوي صغيرة من العجينة، بنعمل بول طابة، أوكي؟ وبنحط الطابة بقلب هال قوالب التارت الصغار الرخاص. يعني في قوالب بعد اغلى وفي قوالب كبيره، هلا كمان بنشوف، بنحط هالقالب او بنحط هالبول بقلب القالب يلي دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين. بعد شوي كمان بنرجع بنشوف هذا الموضوع، بنحط هيك بايدينا او بهالاصبعين الكبار تبعولنا، بنعمل هالطريقه هيك، طلعوا كيف، بنعس عليهم مزبوط، بنطلع الاطراف كلها سوا لفوق، طلعوا كيف، وهون بالنص حتى ما تنفش معنا كمان الحبه، بايدنا فينا نشتغلها هيك، طلعوا كيف، نعس عليها بهالطريقة، طلعوا 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 هيك، كمان بيطلع كمان شكلها كتير حلو راسهم، وصار عندي كذا وحدة، 2 3 وهيدي كمان 4. طيب الفرن بده يكون شو؟ بده يكون شاعل قبل، بده يكون حامي قبل، حرارته 170 درجة أكيد مشعلينه من تحت. وبعدين من بعد ما نشوف احمرت كمان حوالي ربع ساعة بدهم بالفرن، أوكي؟ وبعدين بنولع شوي صغير الفرن من فوق، وإذا كان فرن كونفكشن أو بخار كمان بينفع، هيك كمان النار بتكون متساوية بكل أنحاء الفرن. إذا بدنا نعملها كبيرة مثلا تارت كبيرة، فينا نعمل بهالطريقة كمان، طلعوا كيف، أنا عملت هيك. هلا ما بعرف إذا كنت أنا بقلبها، ممكن كمان، شو بتقول يا غادة تنقلب معنا بعد شوي صغيرة سخنة، عملك شوي تفرط معنا شكيك عند الشيف شادي. اوكي اوعى، وهيك كمان صار عندنا التارت بتعقد بتجنن. طلعوا فيها، بنحط كمان فيها القشطه، او شو فينا نحط فيها غدا؟ كل شيء، كريم باتيسيير، منزينها بالكيوي، منزينها بالمانجو، منزينها بالافوكا، منزينها بالموز، منزينها بالفريز، بنحط عليها مثل انا اليوم هالفكره القشطه والعسل كمان اللي بدكم اياه. نرجع اكيد لعندك ونطركم انا على الساعه 12:24 مع عاش السرايا ومفروكه جوز الهند. لعندك. واو، مرسي لك. نحن رح ننتقل ونرحب بضيفتنا لليوم الفنانة التشكيلية باسكال نمري داوود. صباح الخير باسكال. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نتعرف عليك ونتعرف على أعمالك وعلى المعارض اللي أنت اشتركت فيها، بس بدي أبلش من نقطة كتير مهمة يلي أنت بتشدد عليها كمان، أنه أنت ما درست الرسم، بما معناه أنه هاللوحات وهالأعمال اللي عم نشوفها هي هيك بلشت بمحض الصدفة كهواية وبعدين كبرت معك أكثر وتطورت. نرجع على نقطة الصفر بأول لوحة، يعني وين كانت وكيف؟ أنا درست هندسة داخلية، وطبيعي نتعلم اكيد كيف نرسم كيف نشتغل، بس كبنتور وهيك ما بيكون عنا وقت نشتغل هدول القصص كثير ونطورها، الا اذا واحد بحب انه ينمي موهبته يعني. ف من انا وكنت بعدني بالمدرسه كنت حس انه في شيء سبيسيال بشغلي، يعني حتى الكل كان يقول لي يعني من اساتذتي ولا رفقاتي. ومع الوقت يعني من بعد ما رجعت للرسم بال 2008
حسيت انه هيدي الشغله ما لازم ابدا اتركها ولا خليها حتى بس موهبه. انه صار شيء معين حتى قلت رجعت للرسم؟ لا يعني رجعت للرسم لانه انا مرقت بفتره كثير طويله اكيد من بعد مثلا بتشتغلي بتلتهي بتفوتي بروتين الشغل والايام انه ما بتقعدي بتفضي انك تشتغلي شيء، خاصه اذا كنتي مثلا بالبيت ما فيك تاخذي راحتك بالشغل. مزبوط. بتروح بتمد معك الاشياء. فبس قررت انه ارجع حسيت انه انا لا هيدي شغله انا كثير من جوا يعني طالعه من قلبي فما بقدر اتركها. طيب بناء على هالشيء هل اتجهتي الى ستيل معين؟ قررتي الوان معينه؟ تايم معين يكون دائما موجود؟ كيف تقرري لوحاتك؟ هذا الشيء اللي انا شوي بتميز اذا بدك فيه وحسيت حالي بتميز فيه لانه انا ضليتني كثير وقت طويل جرب اكتشف اذا انا بميل لمطرح واحد، طلعت ما بميل لمطرح واحد لانه انا كل الجبهات كل الجبهات فاتحه لانه عم برسم يعني بورتري ابستري بيزاج بيرسوناج برسم ديزانيمو سوفاج يعني حيوانات مفترسه بتشوفون يمكن هلا على هلا رح نشوف ببينوا بعض ال اكيد هلا الجداد اللي عم نشوفهم او هول مرق عليهم سنوات يعني هذا لا هدول جداد هول جداد بس اكيد هلا الالوان طالعه شوي هون ما تطلع الالوان ما فيك تقرري بالمونيتور يلي موجود قدامنا على اوكي ما الالوان انا عندي مهمه كثير كثير وبالنسبه لهذا الشيء انا سميت المعرض اللي بدي اعرض فيه لوحاتي هو لاول مره بلبنان اسمه الوان اعتمدت هيدي عم خبرك اي ما تساليني لا اكيد ما نحن بدنا نوصل لهون حتى نحكي عن المعرض مزبوط المعرض الوان ب 5 و6 و7 نوفمبر بأوتيل جولدن توليب سيرينادا بالحمرة هذا المعرض بده يعرض لأول مرة لباسكال نمري داوود تابلوياتا انا يعني قلتي لي بلبنان سبق وعرضتي برات لبنان؟ لا ما سبق وعرضت برات لبنان بس برا لما كنت انا عايشه بافريقيا اوكي كنت اشتغل وهيك كان في اكيد اشخاص حوالي كانوا كنت اشتغل مثل سور كوموند يعني دي تابلو وهذا بس مش عامله معرض رسمي مثل هذا المعرض أوكي. رح يكون في تقريبا من 35 تابلو معروضين وبنصح اكيد الكل وبدعي الكل انه يروحوا يتفرجوا على التابلويات لانه عن قريب التابلو كثير احلى من الصوره. ايه طبعا غير شيء الالوان يلي بتبقى موجوده واحد شو مستعمل وكيف طبعا طريقه الشغل وكيف يعني بتشوفي الشغل عن قريب الكاميرا ما بتقدر تلقط كل الضربات تبعك يعني عرفتي كيف بدك تكوني كثير قريبه من اللوحه تشوفيها. طيب عم تقولي انت ما درست رسم بس هل فكرتي يعني هل عم بتفكري تروحي شوي تشوفي هيك او بدك تضلك ماشيه بهالطريق بدون ما تقول يعني انه ترسم انه تتعلمي رسم عن جد تتعلمي الرسم بحد ذاته. هلا اذا شفتي تابلوياتي ما بعرف انت بتقولي لي اذا لازم اتعلم رسم ما بعرف انا عم بسالك انت يعني عم شوف انت شو حابه تعملي لانه اذا فتتي فيها انا مش قصه مش يعني اكيد عم بقول لك انا بكوني تعلمت الهندسه الداخليه بتتعلمي اصول الرسم كيف تقدري تطلعي رسمه. هلا البنتور انا كبنتور يعني هيدا البنتور هو اصلا ما في حدا يقدر يعلمك او تتعلميه، هيدا بدك انت وبخبرتك بالشغل يعني انه بدها وقت وبدها خبره، يعني انا وقت بلشت اشتغل غير ما هلا انا صرت اكيد طبعا. كل طبعا. انسان بده يطور حاله بده يكون يعني كثير بحب شغلته حتى ينجح فيها انه ما بعرف شو اللي تغير طيب من وقت ما بلشتي لهلا؟ عم يعني بالمطلق فكره انه بحب الالوان شغل كالوان الوان موجوده طبعا من الاول موجوده والستيل اللي انا بشتغله من الاول موجود بس بتطوريه بطريقتك يعني مع الخبره بس تكوني عم تشتغلي بتحسي انه تشتغليها بهالطريقه احسن لك او بتطلع لك مثلا اللي انت بدك اياه عرفتي كيف مثل ما انت حابه توصلي يعني حابه تشوفي لوحتك بهالنجاح بتعملي هيك ما بتعملي هيك مثلاً.
مثلا، عرفتي كيف؟ بتبلشي هيك ما بتبلشي هيك، هيك هيك بتصيري انت مع الخبره تتطوري اكثر وتصيري اكثر. برايك بعد لازم نروح اتعلم او هيك؟ ما اتس نيفر تو ليت، ما بيأثر. الواحد بده دائما يعمل ريسيرش، دائما يدرس، دائما يشوف يعني في مزج الالوان، في تكنيكات. طبعا اكيد اكيد واحد اكيد هيدي كلها انت بتشوفيها، بس تكوني ديجا عندك الخبره دغري بتلقطيها بدون ما تتعلميها عند حدا. او كنت عم بتقولي لي قبل وقت اللي قبل ما تعملي هذا اول معرض لك، الناس تشوف تعمل سور كوموند، يعني اللي بيعمل سور كوموند بيطلب فكره او بيقول لك او بيطلب لون او شو بيطلب، شيء محدد وانت الباقي بتكفي من عندك. اكيد ما بيقول لي مثلا انا بدي اعملي لي هيك هيك هيك، انا بقول لي مثلا بدي تابلو قياساته معينه، ستيل مثلا بدي ابستري، بدي شيء بيشبه مثلا هيدي اللوحه، والوان هيك الوان بيتي مثلا. وانا بشتغل اكيد على حسب انا شو بيطلع معي، ما بقدر امشي مثل ما الشخص هو بيقول لي يعني. طبعا لانه الفنان ما بيقدر يتقيد يعني بافكار هيك معينه بريسيز يعني. ما بعرف انا، لانه اذا بدي اعمل لوحه اليوم وخلصها ما بقدر ارجع اعمل مثلها هي ذاتها. لا طبعا، على كل الحالات يعني انه دائما بده يكون في شيء جديد وشيء منك زياده هو القصص يعني. طيب اليوم من بعد ما يعني فتنا وصرنا بإطار المعارض، هيدا أول معرض لإلك باسكال، وين شايفة حالك رايحة؟ هل نحن رح نعمل بقى مثل ما بيقولوا نرك على هاللوحات ونقرر إنه هالمعرض رح يصير ويتنقل ونكون هدفنا معارض، أو رح تضلك هيك تشتغلي وكل ما يصير عندك مجموعة بعدين تعمليها معارض؟ لا أكيد هلا خلص، هلا بس تفوتي بالجو بدك تقلعي بدك تمشي فيه. طبعا هلا نحن أنا بالنسبة لي هذا كان أول معرض، بعد ما صار رح يصير أول معرض، بس طبعا اذا الله راد رح كفي، وكمان اذا الله راد رح نطلع برات لبنان بالمعارض. بهالوقت تخليتي كليا عن شغلك الاساسي؟ ليك انا شغلي الاساسي هو، انا كان عندي كمان اتوليه، انا كنت عايشه برا قلت لي، كنت عايشه كان عندي اتوليه بشتغل فيه كل شيء ار يعني، كل شيء كرياتيف، انا بخترع قصص ديزارانجمون وهيك اشياء اسمه شبتيل كرياسيون. شوي تخليت عنه هلا بس اتفضى اكثر للرسم للفن اكثر يعني. ما تخليت اذا بديك ما بتخلى، بس انه شوي هلا لانه يعني كله بياخذ وقت، عرفتي كيف؟ بدي شوية نتفي حتى نتفي اقدر اقلع وخلص حتى العالم تعرف مين باسكال، اللي هي لها بس سنه ونص بلبنان عايشه راجعه على طول، كنت صار لي 10 سنين برا، بس اتفضى وحس حالي انا ستابل صرت، برجع بلكي بعيش الاتوليه الاساسي هو كمان. لكن خلينا نرجع قبل ما يدهمنا الوقت هيك باخر دقيقه، نذكر لكل الاشخاص اللي حابين اكثر يتعرفوا على لوحاتك عن قرب ويشوفون وهيدا، انه موجودين رح بيكونوا 5 و6 و7 الشهر المقبل. صح. يعني من 5 ل9، من الساعة 5 لساعة 9 بعد الظهر بأوتيل بالحمراء، بالجولدن توليب سيرينادا حمراء. عظيم جدا. وغير هيك بيقدروا يشوفوك كمان على الويب سايت، لكن كمان موجود هلا عم بيقطع على هذا من خلال الويب سايت، فيهم يفوتوا على البيج ويتواصلوا معي وانا بدي بس اشكر كمان بالاخير اول شيء كل الاشخاص اللي كانوا عم بيساعدوني، ان كان معنويا حتى ل اقدر اوصل لهون. وبدي خص بالذكر الاعلامي الي كراش، اللي هو مهتم بكل اطلالاتي التلفزيونيه من هلا للمعرض، وحسن ناصر كمان اللي اهتم لي بكل شيء سوشيال ميديا، وبس بقول لهم ميرسي كثير ويعطيهم العافيه. نحن بيشتغلوا معي من كل قلبهم. طبعا بتمنى لك كل التوفيق، لانه حلو واحد انه عن جد عم يتخلى عن كل هالشيء حتى يقدر يلحق موهبته بهالطريقه. مزبوط. ان شاء الله دائما بالتوفيق. ميرسي، اهلا وسهلا فيك. كلك ذوق، ميرسي كثير. رح ناخذ كمان مره مشاهدينا بريك ونرجع نتابع عالم الصباح لليوم، وانا كمان بعدني بانتظار كل تعليقاتكم اذا حبيت تشاركوا معنا بسؤال اليوم يلي موجود عبر فيسبوك وكمان عبر تويتر. قديش بتفضلوا فعليا انه السنه المدرسيه تكون وليش؟
موسيقى.